المرأة الجزائرية كاينة جات بقوة وجات تشارك، يعني نفس الشيء في الجزائر ولا في إسبانيا، هو يعني كيف كيف نفوطيو في الجزائر ولا هنا نفس الشيء. الحمد لله اليوم رانا أمام حدث مهم يخص الجزائر اللي هو الانتخابات، ونتمنى كافة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الالتحاق بصناديق الاقتراع من أجل الانتخابات الرئاسية سواء الرجال أو النساء. من هذا المنبر نطلب كافة النساء الجزائريات المقيمين بالخارج ولا في الجزائر يقدموا الصوت تاعهم من أجل الجزائر، وهذا الشيء يشرفنا ويشرف بلادنا أمام البلدان الأخرى. وعلى هذا نتمناو أن الجزائر دائما تكون مستقرة. لازم يعني لازم الجزائريين يجوا ينتخبوا باش يخيروا الرئيس اللي يناسب بينا، وخاصة النساء اللي هنا في أليكانتي. أنا جيت اليوم لفوت، أنا فرحانة جيت نفوتي. كل tous les 5 ans je suis toujours présente, je fais mon devoir et je suis très contente. J'espère que tous les Algériens vont être présents pour voter. Inch'Allah البلاد تكون إن شاء الله une grande réussite pour tous les Algériens et pour l'Algérie.